اوكي كانسل كده. لو خدت بالك هتلاقي دلوقتي في علامة لايف، فدلوقتي الصوت والصورة موجودين لحضرتك، وهتلاقيها تطلع على هنا ويجي لهم اناونسمنت على الفيسبوك ان دكتور محمد عمر از برودكاستنج. نشيل ده برنامج داونلود ملناش علاقة بيه، ده حضرتك دلوقتي موجود على النت. فهاجي هنا عشان يبقى الإضاءة كويسة وأقول بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بالدكتور محمود منورنا في مصر، والدكتور طارق أحب أرحب بيه ونقول حديث كده صغير لهيليو كاسبر فريلود. اتفضل دكتور محمود. السلام عليكم، أنا دكتور محمود صلاح، رئيس أقسام جراحة الأوعية الدموية في مجموعة مستشفيات السعودي الألماني. إحنا بسم الله ما شاء الله عندنا 5 مستشفيات في المملكة، مستشفى في اليمن ومستشفى في دبي، وقريبا جدا إن شاء الله في القاهرة. إحنا من فضل الله تعالى بنعمل مؤتمر كل سنة في السعودي الألماني جدة، بقالنا 10 سنوات، 10 سنوات الحمد لله من فضل الله تعالى كل سنة بنعمل مؤتمر لجراحة الأوعية الدموية. السنة دي إن شاء الله هيكون المؤتمر 11 لجراحة الأوعية الدموية، ومعانا الـ Interventional Radiology Department، لأن برضو أنا شايف إن الاثنين يعني المفروض إنهم يبقوا في مؤتمر واحد. المؤتمر في جدة إن شاء الله هيبقى يومين، يوم السبت والحد الموافق 27 و28 أبريل 2013. يسعدني إن كل الناس تيجي تحضر المؤتمر، كل تفاصيله موجودة على الويب سايت بتاع السعودي الألماني اللي هي www.sghgroup.net. كل تفاصيل المؤتمر موجودة على الويب سايت، وإحنا موكلين شركة اسمها شركة سيرفو هنا في القاهرة لتنظيم هذا المؤتمر. إن شاء الله بإذن الله تعالى يكون لنا نصيب إن كل الناس تبقى معانا، وصدقوني أنا هبقى سعيد بكل واحد يجي، وأتمنى إن أنتم ما تحرموناش من مشاركتكم معانا في هذا المؤتمر. شكرا جزيلا. هايل هايل. وطبعا شكر خاص للدكتور محمد عمر فاروق. في 4 فيور دلوقتي لايف على النت بيشوفوا حضرتك. تمام. عمر فاروق يعني من الناس النشطاء جدا، الله يخليك يا حبيبي، اللي يعني له اكتيفيتي في اكثر من مجال، ومن الناس اللي بيحبوا يزقوا في تجمع الناس في جراحه الاوعيه الدمويه. صحيح. والموضوع يبقى ما يبقاش كومبيتيشن، لكن يبقى كوبريشن بدل كومبيتيشن. صحيح صحيح. شكرا جزيلا، وان شاء الله نشوفكم في جده باذن الله تعالى. هايل. تحب تضيف كلمه دكتور طارق؟ يعني انا عايز اقول ان انا يعني كفيزيتور او كممبر في هيليو كات برحب بالدكتور محمود صلاح، وانا احد تلاميذ الطب وتعلمت على ايديه، وسعيد جدا بزيارته لمصر وزيارته في هيليو كات، وفي نفس الوقت حضرت كتير من المؤتمرات اللي في السعودي الالماني، بصراحه كانت فيري انفورماتيف، بيجيبوا ناس فيري ويل اكسبيرينسد وبينقلوا المعلومات كتير، فبيبقى مؤتمر بتتبادل فيه الناس خبراتها وبتطلع على احدث ما يكون، وطبعا بتبقى زياره برضه للاراضي المقدسه وكده، وبتبقى حاجه جميله 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 جميله، والناس كلها بتبقى ان فيري جود كونديشنز. يعني نتمنى ان احنا نتعرف على ناس جدد في المؤتمر الجديد، ويبقى في تواصل دايما بين جراحين الاوعيه الدمويه في مصر وفي السعوديه وفي العالم كله، علشان تو ابجريد السيرفيس بتاعت الفاسكولار سيرجري هنا وبره وفي كل مكان. نتمنى التوفيق للدكتور محمود ان شاء الله، والهيليو كاث، ولكل الزملاء جراحي الاوعيه الدمويه باذن الله تعالى. هايل.